جمعة مباركة يا خبراء عليكم جميعا. الرئيس حيدروس السقا حيدروس الزبيتي والرئيس عبد الرؤوف السقاف، الأخوة الرؤساء الاثنين أنتم الجنوبيين، رئيس هذا المجلس الانتقالي وهذا رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي. نصيحة لقى الله، لازم ينضم طارق عفاش للمجلس، للمجلسين. يكون الرئيس الفخري حتى عادي، أهم شيء يكون معاه، لأنه في حاجات قيم عند القيادة الجنوبية مش موجودة الكامل كذا يعني بقول لكم تعاونوا بس صفر قيم فيش ما ماضي مرة ماضي. يعني كلموا القيادة الجنوبية خلاص ضيعتوا الإنس والجن. شوفوا الفندق طارق، أبصروا الفندق طارق الشهر اللي فات لما زوجوا قبره، أقرأوا التهنئة وحللوها تعلموا منها، شوفوا دراسة اكتبوها بسبورة تهنئة حق الزواج ابنه. اليوم احتفلنا بزفاف 1000 عروس وعريس من أبنائنا اليمنيين من المحافظات اليمنية ومن كل العزل، ومنهم عفاش حتى ما قالش ولدي إنه كلهم عياله. تعلموا هذا، تعلموا يا قرود يلي تجيب ابن أختك أختك ابنك جدتك الوحدة بورقة توظفها من فوق جبل داخل عدن بوزارة، جيب معها 5 من بنات عدن تعلموا من طارق، جيب معها 5 معيار عدن الضباحة، معها بنت أختك مع أختك مع أخت أختينك طارق، جيب معهم دخل 5 من عدن الضباحة، 5 عدنيات الضباحة اللي في الوسطى صلحوا مثل ما يصلح طارق، والآن بيفتح قناة فضائية كفاءات. من فين جابها طارق عفاش؟ من القناة الجنوبية حقنا، من القناة الجنوبية. لأنه لما تجيب مدير ملحن ولا خياط ولا جدتي المهن هذا مش عيب، لهم الشرف أن يمتهنوها، ولكن لا يمكن أن ننجح خياط أو ملحن في قيادة قناة فضائية. لهذا فشلت قناة فضائية الجنوبية، واليوم سوف تفتح أكبر قناة طارق عفاش. تعلموا استفيدوا، خلوا حتى رئيس فخري وقفتوا ولا جبتوا قرارات الدراجات النارية عجبتونا، قلتوا قضيتوا على النازحين مع الجن النازحين، يعني العدنية بس قليل كانوا على سكنانية، شلوها معاكم دورات الإمارات الرياض دورات عسكرية خلطوا مع عيالكم، ولكن فاشلين كما قال علي عبد الله صالح رحمة الله تخشى عليه على الدموع، والله علمنا بل علم وبل فهم ولا بتفهموا. نصر اللحجي حفظ الله حفظ الله اللواء طارق عفاش، اللهم انصر اهلنا في غزه واحفظ المستضعفين فيها يا رب العالمين. نصر اللحجي والله من وراء القصد.